السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم فيديو جديد وفي فلوغ جديد. هذه دابا 12 ديال الليل وغدا غادي نفيقوا ان شاء الله بكري. باقي الاجواء ديال العواشر وغادي نمشيو نديروا واحد الخرجه واحد البحر، وغنصور لكم الفيديو الاول حتى الاخر لي سينيماتيك. ما غاديش يخطاو الفيديوهات ديالي، وخليكم معايا. غادي نمشي نعس ونتلاقاو غدا ان شاء الله. يلا مشينا. صباح الخير عليكم كاملين، نبداو الفلوغ ديالنا. مشينا على بركة الله، وصلنا للبلاصة اللي غنكمل فيها الفلوغ. متنساوش ديروا واحد لايك للفيديو، وديما شجعونا والبارطاج البارطاج. سمحوا لينا خوت، واخا الناس ما صيفطناش لهم ميساجات وما سولنا فيهم وما باكلناش لهم العواشر، سمحوا لينا. راكم عارفين راه بزاف ديال البنات اللي كاين، يعني باش انك تصيفط لكل واحد تقول ليه مبارك عواشرك راه ما سهلاش، ولكن معليش راكم عارفين انا ديما كندير فيديوهات وراني قلت لكم عواشركم بروكا كاملين من الصغير حتى الكبير. تحياتي لكم كاملين، وخليكم معايا مع واحد السينيماتيك اللي غادي نبدا به الفيديو. ليتس جو. تسمعوا واقيلا الصوت ديال البحر غالب بزاف على الفيديو، ودايزا عواشر لي هما. غندير لكم فيديو حتى الاخير، وكنبغي دابا نهضر وكنخاف نقول شي حاجه وما تسمعش. راكم عارفين الصوت ديال البحر غيكون غالب على الصوت ديالي. غادي نقول لكم شويه ديال الموتيفاسيون عاوتاني غير على السريع. اي واحد كيدير شي حاجه يحاول انه يكمل فيها وما يحبسش ويستمر. الاستمرار هي السر ديال اي نجاح. هاد الهضره راني قلتها وعاودت عاوتاني قلتها، نيفر جيف اب، كملوا عمركم تستسلموا. وراه اي حاجه كتبغي غير المداومه والمقاتله. الى عندك شي حلم ولا شي هدف تقاتل عليه، وما عمرك تسمع الكلام ديال الناس اللي غادي يفشلوك، وديما خليك ايجابي وراه الايجابيه هي اللي كتنجح. المهم كملوا وعمركم تحبسوا، وغادي نكملوا البلوك حتى الاخير. يلاه مشينا. كما قلت لكم الواحد ما يحبسش ويستمر ويكمل في داكشي اللي كيدير. كما بغى يكون هذا المجال اللي كدير يكون رياضه ولا ابداع ولا اي حاجه، استمر. راه اي حاجه كتبغي غير المداومه، وعمرك تحبس. الاستمرار هي الاساس ديال النجاح، وكمل راه غيجي واحد النهار وغادي تحقق الافضل.
الله الله. المهم اخواتي نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا واحد لايك للفيديو، شجعونا في السيبورت. الاجواء ديال الخرجه مع العائله راكم عارفين كي دايره، راه ضروري تبحيره ودس زوينه. نتمنى الفيديو يعجبكم وديما تشجيعات.